اقرأ جزءا من القرآن لتحظى بلترين من البنزين مجانا. بهذا الشعار تستقبل محطة البنزين هذه قائدي المركبات الذين يصطفون أمامها في جاكرتا خلال شهر رمضان. وتأمل شركة برتامين الإندونيسية الحكومية للنفط والغاز تشجيع المواطنين على قراءة القرآن. نود أن نعبر عن تقديرنا لمن يتلون القرآن، نقدم لترين اثنين مكافأة لمن يتلو جزءا من المصحف. هذا ليس من أجل الربح. يقدم هذا العرض في 5 محطات بنزين بجاكرتا. يتعين على المشارك ملء بيانات طلب قبل دخوله إلى المصلى وقراءة أي جزء يريد. ولا تقوم المحطة بتعيين مسؤول لمراقبة القراء، حيث أنهم يعتمدون على ثقة وصدق المشاركين. نعرف جميعا أننا سنحصل على مكافأة مقابل فعل شيء حسن، وبقراءة القرآن هنا يوميا يمكننا أن نختم المصحف بنهاية الشهر ويمتلئ خزان الوقود الخاص بنا. هذه المبادرة جميلة، أتمنى أن يكرروها العام المقبل. لتران من الوقود تكفي لملء نصف خزان وقود دراجة نارية، وتعتبر الدراجة أكثر وسائل الانتقال شيوعا في إندونيسيا، ويمثل المسلمون نحو 90% من إجمالي سكان إندونيسيا البالغ عددهم أكثر من 250 مليون نسمة.